يا مساء الفل والسعادة لكل مستمع راديو 90 90. هواها مصري، حلقة جديدة وأسبوع جديد من قد المقام. بكون معاكم كل جمعة والسبت من 12 ل2 بالليل. قول ورايا كده يا عم الحاج، من 12 ل2 بالليل. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات. النهاردة فكرنا نتكلم معاكم في عاملين ايه في البرد الأول دي. النهاردة الدنيا النهاردة برد. وعم خليل بيسقي الورد. كم مرة حكمت على حاجة يا أستاذ يا اللي بتسمعني ويا أستاذة يا اللي بتسمعيني، كم مرة حكمتوا على حاجة شفتوها وطلع رأيك غلط في الآخر؟ كم مرة حكمت على حاجة بإحساسك كده وطلعت صح؟ يعني هو ده موضوعنا النهاردة، فكرة البصر والبصيرة. وهل شايف يعني إن الرؤية الحقيقية بتكون بصر بس ولا بصر وبصيرة؟ في حلقتنا النهاردة في قد المقام هنتكلم بالميم. النهاردة كمان اليوم العالمي للغة العربية، 18 ديسمبر، وانا بقول هنتكلم. دكتور طه حسين عميد الأدب العربي قالك أخاف على الفصحى من عمية بيرم، والحقيقة انه بقته كانت في محلها يعني الصراحة. يعني على اي حال نرجع لموضوعنا. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن أبطال كانوا بيمتلكوا البصيرة وكانت هي السبب في نجاحهم. أصل البصيرة دي نعمة كبيرة من ربنا، مش موجودة يعني عند أي حد. مبدعين كتير بمناسبة ذكرى ميلاد العبقري عمار الشريعي الحقيقة يعني فقدوا نعمة البصر، لكن ربنا عوضهم بنعم تانية مهمة قوي ومش موجودة عند كل الناس. نعمة الموهبة العظيمة، نعمة الإحساس، نعمة الطموح، نعمة الرضا باللي كاتبه ربنا. يعني بصر سمع، يعني مش في مصر بس، النهاردة كمان جايب لكم حكايات من هنا وهناك. ابعتولي قولولي شايفين ان الرؤية الحقيقية يا جماعة. الموسيقى اللي كنا بنسمعها دلوقتي انت عمري طبعا يعني، لكن العود، عود عمار. متفقين معايا يا جماعة انه عمار الشريعي رنت عوده لازم تعرفها. يعني انت اول ما تسمع موسيقى فيها عود عمار هو اللي بيلعب على العود لازم تقول ان ده عمار الشريعي. ولو سمعت تتر مسلسل ما، النهاردة اللغة العربية عندي راح داية الحروف بطاقة وحالتي حال. يعني بحتفل معكم طبعا باليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر. متفقين معايا انه عمار ريشة عمار مختلفة، يعني بتهيألي كده. يعني عمار الشريعي بصيرته كانت جامدة جدا. متفقين معايا انه المسألة بصر ولا بصيرة ولا يعني ولا الاتنين مع بعض؟ وامتى خدعك بصرك يا استاذي العزيز وبصيرتك كانت هي اللي بتوجهك للصح؟ هل مثلا لما تحكم على المظاهر بس وتكتشف مع الوقت انه لا انا ما احكمش على المظاهر بس، لازم كده ابقى ايه، اسمع الصوت اللي جوايا، الموضوع ده ماشي ولا مش ماشي، الشخص ده لطيف ولا مش يعني لازم كده في صوت جواك كده بيبقى حدس كده. يعني غالبا هي دي البصيره، ولا انتوا شايفين ايه؟ بعتولي قولولي الرؤيه الحقيقيه يا جماعه بتكون بصر ولا بصيره، لان الموضوع مهم. المسائل كده اختلطت. وبما اننا النهارده زي ما بقول بنحتفل باليوم العالمي للغة العربية، وهنتكلم كمان على الدكتور طه حسين اللي قال أخاف على الفصحى من عمية بيرم، وزي ما قلت من في اللينك اللي فات يمكن كان عنده حق انه اللغة الفصحى يعني تبقى كده بعافية شوية. بس انا عايز اقول انه الاغاني النهاردة يعني نادرا قوي لما بتلاقي قصيدة بالفصحى. يعني اصله بص، اللغة العربية الفصحى هي لايف ستايل زي ما بيقولوا، يعني اللي هو تسمع غنوة وتشوف فيلم وتشوف مسلسل تاريخي بيتكلموا فيه باللغة العربية الفصحى، بتحضر مسرح فيه بقى يعني أمهات النصوص الأدبية اللي باللغة العربية الفصحى. فالمسألة اللغة العربية هي مسألة حياتية، يعني اللي انت تبقى عايش تفاصيلها وسمعها طول الوقت. يعني طول الوقت بقول في قد المقام انه زمان كان المواطن العادي ممكن يعني ربما لا يقرأ ولا يكتب، لا
لكنه كان بيغني قارئة الفنجان أو بيغني غدا ألقاك، لأنه كان المنتج الفني عامل كده فأنت بتتأثر بيه. طب نرجع بقى عشان ما عودش أرغي في اللاشيء أو الشيء، يعني على حسب أنتوا حضراتكم ما تشوفوا. نروح لعمار الشريعي اللي فقد البصر لكنه الحقيقة لم يفقد البصيرة، لأنه على مدار رحلته الفنية أبدا يعني مش ممكن تخلصه في حلقات. فالنهاردة نتكلم عليه وعلى الشيخ سيد مكاوي وعلى هيلين كيلر وعلى ستيفي واندر وعلى دكتور طه حسين، وطبعا النماذج كتيرة. زي ما قلت انه عمار الشريعي الموسيقى التصويريه للاعمال الفنيه ابدا لا تخطئ انت بودنك ابدا وبحدسك وضميرك التراكمي كده ان ده عمار الشريعي. طبعا يعني مسلسلات زي الشهد والدموع، الايام، بابا عبده، ارابيسك، الرايه البيضاء، العيله، زيزينيا، حديث الصباح والمساء، وبرعايده. طبعا ده يمكن اللي بيسمعوني حافظين اكتر مني. كام مرة حكمت على حاجة شفتها وطلع رأيك غلط في الآخر، وكام مرة حكمت على حاجة بإحساسك وطلعت صح؟ يعني فكرة البصر والبصيرة في حلقتنا النهاردة في قد المقام. والنهاردة كمان بنتكلم عن قامات كبيرة جدا في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم كمان فقدوا البصر لكن لم يفقدوا البصيرة. فهل أنت شايف يا أستاذة اللي بتسمعني ويا أستاذة اللي بتسمعيني أن الرؤية الحقيقية بتكون بصر بس ولا بصيرة؟ كمان عايز أقول لكم أن النهاردة اليوم العالمي للغة العربية. إيه رأيكم النهاردة كده وإحنا في الفقرة اللي هنتكلم فيها عن الدكتور طه حسين؟ إحنا عندنا أكتر من منطقة هنتكلم فيها عن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والنهاردة في مكان قد المقام هنروح بيته، هنروح فيلته، وهندخل ونتجول جوه، وهحكي لكم الحكاية يعني كل اللي موجود بتفاصيلها كمان. بس خليكم انا بقول لكم النهارده اليوم العالمي للغه العربيه وشكلي هترفض. طيب قولوا لي كده في التعليقات على او على 199 بمناسبه بقى اللغه العربيه، ايه اكتر الابيات الشعريه اللي بالفصحى اللي انت حبيبها او اللي انت حافظها او اللي يعني لما تبقى في موقف كده كمان تقول والله البيت هنا يحضرني، ولا ما بيحصل لكوش كده؟ طيب سريعا كده نروح لاصدقائنا. دكتور عبد العال دياب بيقول مساكم الله بكل خير ولكن بصوره دقه، نحن في صبوحه السبت. شفتوا بقى اللغه العربيه بدات اهي. فالاولى نقول صباح الخيرات يا صباح الفل. شيماء ابو زيد، صباح الفل يا بسنت، انا شايفه ان البصيره زي طه حسين مثال جميل، واحب اقول لسلوى ممدوح ربنا يشفيكي من الكورونا يا رب يا رب، يعني خلينا يا جماعه واخدين بالنا احنا في ذروه الموجه الثانيه. وشيماء بتقول هتعدي منها على خير، واحب اسلم على ولاء علوي احمد ومحمود علوي، ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم لبعض ويحفظك انت جميله، عماله تدعي للناس كلها. كيمست صاحبتنا مساء الورد يا بسبوسه، طبعا الرؤيه الحقيقيه بتكون بالبصيره لكن مش كل الناس بتمتلك البصيره، وبتكون النتيجه انهم بيتخدعوا في الاخرين وبيكون حكمهم على الاخرين مش صح سواء بالسلب او بالايجاب. اما اصحاب البصيره بيكون عندهم حس عالي جدا تجاه حقيقة الأشياء، خاصة الأشخاص اللي بيفتقدوا حاسة معينة. ونفسي أسمع بانو 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 سعاد حسني بليز يا بسبوسة. حاضر. محمد السيد سلام بيقول أنا بحكم بالبصر والبصيرة بالاتنين. حلوة قوي، أنا أحب الناس الموضوعيين جدا بس أنا دايما بكذب البصيرة للأسف. ليه كده يا محمد؟ بيقول البصيرة أصدق من البصر، البصيرة هي الحقيقة وده يمكن مرتبطة حبة بالعقل أكتر منه بالقلب، عشان كده دايما بكذبها وامشي وراء قلبي وبصري، ولكن مع الوقت بتبقى البصيرة هي الصح دايما للأسف. لا وللأسف ليه؟ ده لما يكون عندك ملكة البصيرة عندك، يعني بتسمع صوتك الداخلي وبيبقى صح طول الوقت، ده انت محظوظ يا عم، ده انت ربنا راضي عليك مديك البصر ومديك البصيرة، يعني اللي هو ما عندك الاثنين يعني ما شاء الله ما شاء الله. طب تعالوا سريعا كده نرجع تاني لعمنا عمار الشريعي اللي بنحتفل بذكرى رحيله.
له في ديسمبر هو لا مش ميلاده, هو ميلاده هو حمل في برج في شهر 4, لكن هي ذكرى الرحيل. عارفين عمار الشريع يا جماعة شارك في تصميم وتنفيذ أول برنامج عالمي لقراءة النوتة للمكفوفين بطريقة برايل وجود فيل, وعلى فكرة في إصدار لأورج من شركة عالمية يحمل اسم عمار الشريعي لأن هو دخل عليه تحديث ما موسيقي يعني في الربع تون, فأصبح أورج عمار الشريعي. طبعا يعني وأنا قاعدة كده في الكواليس بتفرج يعني على فيلم في القناة الأولى اضحك الصورة تطلع حلوة, وعايز أحيي طبعا كاتبنا الكبير الأستاذ وحيد حامد. الحقيقة يعني اضحك الضحك عمره أبدا ما فارق عمار الشريعي, عمرك ما تشوفه أبدا في أي انترفيو أو في برنامج كان بيقدمه أو هو ضيف في حتة إلا مبتسم وبشوش وراضي, ويعني المسألة عنده يا جماعة في حتة تانية خالص, يعني بصيرة وبصر. وعلى رأي سوقي لما قال لنا على الشيخ حسني هند أمين مساء الفل عليك, وهي بتقول أنا بحبيت الراديو أكتر لما سمعتك, ربنا يخليكي. جاوبيني على سؤالي يا هند, شايفة الرؤية الحقيقية في الحياة يا هنودة بصر بس ولا بصر وبصيرة ولا الاتنين مع بعضيهم؟ على فكرة رحلة عمار الشريعي ما كانت يعني طبعا مليانة بالصعاب, يعني رغم هذا الابتلاء اللي هو استثمره وبقى يسمع صوت حدسه كده وصوت المزيكا في ودانه, لكن طبعا في احدى لقاءاته عن تحديه لفقدان البصر قال طرح اسمي لوضع موسيقى تصويريه لفيلم سينمائي وسخر البعض متسائلين, ما كانش لسه يعني اسمه عمار الشريعي الاسم يعني ملء السمع والبصر, فقال لك يعني كيف يضع كفيف موسيقى تصويريه لفيلم مصور, على هيشوف المشاهد ازاي ويحط الحكايه ازاي ويحط المزيكا على المشاهد ازاي, ويومها قال للمخرج عمار الشريعي قال للمخرج انا هتكفل بتسجيل المزيكا على نفقتي الخاصة, وإذا نجحت هاخد كل حقوقي, ولكن لو فشلت أنا هتحمل التكاليف. وحصل وعمل الفيلم يعني, ومش الفيلم بس, وتترات مسلسل نص تترات مسلسلات مصر مين اللي طلب وإحنا فايتين على الموسيقى العبقرية اللي احنا سمعينها دي. طبعا ريشة عمار الشريعي وهو يصاحب فريق القاهرة السيمفوني في دار الأوبرا, والألحان طبعا غنوة بنادي عليك للأستاذ فريد لطرش اللي احنا بنحتفل بيه برضو في شهر ديسمبر. تيجي الأسبوع الجاي نعمل كده ملك العود بقى, لأنه الحقيقة فريد لطرش ده تحسه طيب ومظلوم كده, يعني مش فاهم انه فنان تقيل جدا جدا, يعني أفلام استعراضية انت لما تيجي تتكلم عن تاريخ السينما الغنائية فريد لطرش يعني اللي هو يعني في الكم. طبعا في طبعا تجارب كتيره محمد فوزي ومنير مراد وعبد الحليم وكل حاجه, بس فريد لطرش كان بيعمل استعراضاته واوبريتاته, يعني عنده شغل كتير قوي يعني في اغانيه. البصر ام البصيره؟ دكتور عبد العال دياب محمد بيقول البصر هو الرؤيه والمشاهده من خلال حاسه العين, اما البصيره يا بسنت فهي الخلفيه الموجوده عند الانسان والتي يستطيع من خلالها ان يهتدي الى الطريق السليم. والله مش عارفة, يعني هي مش مسألة خلفية, هي مسألة يعني صوت ربنا جواك, يعني مش عارفة أنا بحسها كده ولا أنت مش معايا. ريم أيمن مساء الخير والفول ليك يا بوسي, طبعا البصيرة تكسب البصر, اكتشفت الحقيقة دي لما زمان كنت بحكم على الناس من شكلهم واتخدعت كذا مرة وطلعوا ناس كويسة وبقوا أصحابي كمان. طب تمام. دكتور عبد العال بيقول عندما نقول لأحد الأشخاص بأن الله قد نور بصيرته, أهو شفت أنت أهو أنت رديت علي, أهو يعني أن تصرفاته تصرفات سليمة وجيدة بسبب خلفيته, هو بسبب ربنا بقول لك هو البصيرة دي أنا بتهيأ لي والله وصححوا لي, البصيرة دي هو صوت ربنا جواك هو اللي بيدي لك كده إحساس يقول لك تقول أنا مش مرتاح للحكاية دي أنا مرتاح للحكاية دي, يعني مش عارفة. ماي داي في تعليقات الفيسبوك البصيرة للمبدع تجعله أهم تأثيرا, الله 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 الله, من محترفي الخداع العبقرة وهم في وهم في الحقيقة لا شيء.
والله حتة كلمة يا سلام. البصيرة للمبدع تجعله أهم تأثيرا. أنت الأربع جمل كلام دول حلوين قوي. جاسم مساء عسل يا بسنت، عايز أسمع حاجة جميلة على ذوقك ويا رب تكون بتسمعها. هند من الإسماعيلية مساء الفل على كل إسماعيلوي. طيب معتز مساء الفل يا بسنت، موضوع حلقة جميل. أنا شايف إن الرؤية الحقيقية من البصيرة وأقرب مثال على كده النموذج اللي قدمه فنان الكبير محمد صبحي في وجهة نظر. الله عليك الله عليك الله عليك يا معتز، أنا بشكرك جدا على المثال. فعلا مسرحية وجهة نظر للأستاذ محمد صبحي وطبعا الأستاذ لينين الرملي، وكمان المثال اللي قدمه عادل إمام في أمير الظلام وإزاي قدر يهزم عصابة، وفي مجال الأدب طبعا العميد طه حسين. أنا يعني الرسالة دي جميلة جمال جميلة جمال. تعالوا كده نروح لسمع مغاير عن السمع اللي احنا بنسمعه، وفقرتنا في أولدز يعني بنلعبها كل فترة كده لما يعني ينفع في الموضوع. ستيفي وندر كمان هو نجم الحقيقة بارز وشخصية بارزة في الموسيقى الشعبية أو الكانتري ميوزك زي ما بيقولوا عليها، وكان من بين الكتاب الأغاني والموسيقيين الأكثر نجاحا في تاريخ الموسيقى، وعندنا هنا في مصر مشهور جدا يعني في فترات يعني أبعد شوية أو زمان شوية. لما تسمعوا الغنوة هتعرفوا. فقد بصره ستيفي وندر بعد فترة قصيرة جدا من ولادته، كان طفل عبقري. لما بلغ 13 سنة عمل غنوة اسمها فينجر برينت، وتصدرت الغنوة دي يا جماعة المركز الأول للأغاني، وحققت نجاح ساحق في قائمة البيلبورد الأفضل 100 غنوة. إحنا عندنا بقى في مصر مشهور بإيه؟ مشهور بغنوتين محضرها لكم، I just call to say I love you كمان lately. شفت أندريا رايدر وجملته العظيمة في فيلم دعاء الكروان، جملة لا تخطئها أو تخطئها. أنا خايفة أنا هتكلم على طه حسين وعمالة بتلخبط لغاية دلوقتي من الساعة التانية، يعني مش معقول. مفيش كده يعني، اللي هو بتشوف موت هنادي وبتشوف فتن حمامة وهي بتعيط وبتشوف الباشمهندس أحمد مظهر وبتشوف الخال وهو رايح يقتل هنادي عشان الطار يا أمه، يعني مش ممكن. جملة لحنية عبقرية جدا من أشعار سيد حجاب وغنى علي الحجار يا جماعة في مسلسل الأيام. قال سيد حجاب، سيد الكلمة وحجاب المعنى الحقيقة، قال لك أنا مش أعمى يا هو يا خلق يا عميانين، ده أنا قلب ما في أخوه لكن زماني ضنين، أنا العاجز ضرير ولا كل من شاف بصير، والله يا عمي القلوب لأخط بإيدي المصير. شوف الجمال والحلاوة. مسلسل تتر الأيام اللي اتعمل طبعا عن قصة حياة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. طبعا يعني هو يعني اسم بارز في قائمة عظماء ومشاهير تحدوا فقدان بصرهم في التاريخ. عند 4 سنين جاله رمض في عينيه واتعمى بعد كده بالعلاج الخطأ، ويعني ورغم صدمة الطفل طه حسين في فقدان بصره إلا أنه صمم يكمل حلمه وحبه الكبير للعلم. دخل كتاب القرية للشيخ محمد جاد الرب، يعني يا رب يكون مسلسل أيام بتعرض وتتفرجوا على التفصيل، اتعلم اللغة العربية والحساب وتلاوة القرآن، وحفظ القرآن الكريم في مدة قصيرة جدا أذهلت الأستاذ والأب، وانتقل بعدها يا جماعة للأزهر الشريف للدراسة الدينية والاستزادة يعني من العلوم العربية واللغة العربية. بعد كده انتقل للجامعة المصرية سنة 1908 ودرس العلوم العصرية والحضارة الإسلامية، وبعد كده أوفدته الجامعة لمونبلييه في فرنسا فدرس الفرنسية وأدبها وعلم النفس والتاريخ الحديث. يعني طبعا عرف الدكتور طه حسين بتأثيره على الحركة الأدبية الحديثة في الوطن العربي، وأثر كمان على حركة النهضة المصرية والحداثة في الأدب العربي الحديث. يعني كان يقول دايما لم أتصرف في يوم من الأيام على أنني أعمى، حتى في الأوقات التي عايرني فيها البعض بهذه العاهة كنت أسخر منهم وأستشعر أن من عايرني هو الأعمى ولست أنا. قوة بصيرة
عايزه اقول لكم ان انا كمان مستمتعه، كل اصدقائنا اللي بيبعتوا لنا على 199 او بيسيبوا لنا تعليقات على بوست الحلقه، انا كمان والله ببقى سعيده جدا وانا معاكم في الهوا، لانه انا كمان ببقى مستمتعه بالكلام وبالمذاكره وبالموسيقات والاغاني اللي بنسمعها. يعني مش انتوا بس والله، انا كمان ببقى قاعده، يعني اللي شايفني في ابلكيشن الراديو 9090 او على موقعنا www.9090fm.com هيلاقوني يعني ايه متفاعله جدا مع الاغاني ويعني مندمجه جدا. وحلقتنا النهارده في قد المقام عن البصر والبصيره، وهل الرؤيه الحقيقيه تكمن في البصر ولا البصيره ولا الاثنين مع بعض؟ سهى حليم خطاب، ودي صديقتي حبيبتي، بعتالي بتقولي بص يا حبي، البصيره هي قدره القلب على تنقيه البصر من ملوثات الحياه. يا سلام، انت سامع صوت قلبك. واحنا تعرضنا كتير في حياتنا لمواقف صعبة عندما تجاهلنا تحذيرات بصيرة القلب، لما انساق له البصر وكأنه أعمى. ايه ده؟ يعني انا صديقتي فيلسوفة. اروح طيب للتعليقات عشان اصدقائنا ما يزعلوش. سعاد نصر بتقول العمل الدرامي كان مجرد قصة وقدرات ممثل ومخرج، حتى جئت انت بموسيقاك جعلته متعة. ناس ده أنا متعك الله بالبصير عن البصر عمار الشريعي. عمار الشريعي ولا أنا ولا إيه؟ أنا مش فاهم الرسالة يا سعيد. عبد الرحمن محمد بول، صباح الفل ومساء العظمة، بجد بحب أسمع البرنامج ده جدا، ده يعني شرف لينا يا عبد الرحمن. أحمد السعدي بيقول البصر والبصيرة الاتنين مع بعض. دكتور عبد العال دياب بمسي عليك. دسوقي كمان، شيماء أبو زيد أنا كمان بحبك قوي، يبعتلي بحبك قوي فسنت، شكرا حبيبتي. دكتور عبد العال دياب بيقول اللغة العربية أو لغة الضاد هي واحدة من أكثر اللغات انتشارا ضمن مجموعة اللغات السامية في دول الوطن العربي، إضافة للعديد من المناطق. العديدي، شفتوا العديدي دي بقى عمال أقرأ نشرة، خفت بقى أنا كده دلوقتي، أنا خايفة لعلمكم وأنا بتكلم عن اللغة العربية، رغم أني يعني حياتي في الأول سنين قريت نشر من المناطق الأخرى مثل مش عارفة إيه والإيران وأريتريا وجنوب السودان. تمام. مين كمان بعت لنا رسائل كتير. إيمان نبيل، أنت روعة والمعد روعة والبرنامج كله روعة، بس البصيرة عايزة خبرة مش بس إحساس. يا واد أنت يا خبير. طيب مي دي، بس أنت أنا كتبت بيت شعر بيقول أشكوكي للسماء كيف استطعت أن تختصري جميع من في الأرض من نساء. الله، إيه ده الحلاوة دي. محمد عادل، مساء الورد يا محمد كيمست، مساء الفل. طب تعالوا سريعا كده نكمل مع الدكتور طه حسين. عايزة أقول لكم دكتور طه حسين حصل على الدكتوراه، ثم حصل على دكتوراه تاني في الفلسفة الاجتماعية سنة 17 من جامعة السوربون في باريس، وسنة 19 حصل على دبلومة في الحضارة الرومانية، و19 سنة 19 تم تعيينه كأستاذ للتاريخ في الجامعة المصرية. ولما تولى منصبه كوزير للتربية والتعليم سنة 50 تمكن من وضع شعار التعليم كالماء الذي نشربه هو الهواء الذي نتنفسه. حيز التنفيذ، ما بقاش شعار بس، قال لك لا، التعليم زي المية وزي الهواء، زي ما ينفعش نعيش من غير مية ومن غير هواء. طبعا يعني التقى في فرنسا بسوزان وزوجته طبعا، والحقيقة ساعدته في رحلته وببصرته قدر يختارها. يعني طه حسين أبصر بقلبه حبه لسوزان، يعني مرة من المرات كتب طه حسين لزوجته سوزان وقال لها بدونك أشعر أني أعمى حقا، أما وأنا معك فإني أتوصل إلى الشعور بكل شيء وأني أمتزج بكل الأشياء التي تحيط بي. ولما هو رحل عن العالم كتبت هي آلة زراعي، لن تمسك بزراعك أبدا، ويداي تبدوان لي بلا فائدة بشكل محزن. يعني قصة حب جميلة وبصيرة في الاختيار، ما هو اختيار الأزواج ده كمان، احنا عمالين نسمع على حالات طلاق كتير جدا تفهمش فيه ايه اللي بيحصل، يعني ليه كده يا جماعة؟ معدلات الطلاق كبيرة جدا، الاختيار ده عايز بصر وبصيرة مش شكل بس ومواصفات ومعاه فلوس او ما مش عارفة هي بنت. يعني بص، يعني المسألة هي بقت صعبة بس ما بقتش مستحيلة. لسه عندنا كلام عن الشيخ سيد مكاوي وهيلين كيلر، وعندنا المواضيع كبيرة جدا وكتيرة جدا. ولسه بسألكم، هل شايفين الرؤية الحقيقية للأشياء؟